معنا النائب الكبير وواحد من المهتمين بتطوير منظومه كره القدم الاستاذ فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه. استاذ فرج اهلا بسعادتك. اولا بمسي على سيادتك يا ابراهيم بيه، ربنا يخليك يا العزيز عدلي بيه. ربنا يخليك يا باشمهندس، منورنا يا فندم. وطبعا منورين وربنا يكرمكم ويوفقكم دايما، وزي ما حضرتك بتقول اي دوري محترفين في العالم لا يمكن ادارته بغير رابطه الانديه المحترفه. تمام. لكن طبعا مجلس اداره اتحاد كره القدم السابق كان مش عايز يفرط في هذا الموضوع، ولما عمل لجنه انديه عملها لجنه شكليه. بالظبط. لجنه شكليه وكانت خرطها توصيات وكان مجرد ان الناس تجتمع، ولذلك انا كنت رافض تماما اني اجتمع او اكون متواجد الا مره واحده لما كانت في نادي سموحه ادبيا، لاني عارف طبعا ان هي مجرد تضييع وقت، ويعني هم بيضحكوا على الانديه، يعني مجرد حاجه شكليه كده ملهاش اي معنى. فانا بتمنى ان يكون في رابطه انديه محترفه باسرع وقت، ويتم انتخابها واللوائح والقواعد بتاعتها تكون زي لائحه رابطه الانديه المحترفه في المنطقه. فرج بيه، وقت الاستاذ ثروت سويه لما كان بيدير اتبعت جوابات للانديه لتفعيل رابطه الانديه واستقبال ترشيحاتهم، جالك حاجه زي كده؟ احنا جالنا في النادي الاهلي الحقيقه. ما احنا جالنا عدلي بيه، جالنا بس يعني بعد كده ما سمعناش حاجه عنه. لا ما فيش حد اتكلم عن هذا الموضوع تماما. طب احنا نتمنى ان اتعمل دي باسرع وقت. طب اسرع وقت يتم تكوين رابطه الانديه المحترفه، لان طبعا اهتمامات الانديه المحترفه غير اهتمامات انديه الدرجه الاولى، غير اهتمامات انديه الدرجه الثانيه. ثانيا كل مسابقه من المفترض انها تدير نفسها. ما ينفعش ابدا ان جمعيه عموميه فيها مراكز شباب تتحكم في دوري محترفين في انديه زي الاهلي وزي الزمالك وزي كل الانديه اللي هي في دوري المحترفين. هل تتفق يا فارق بيه معايا في ان المشكله تكمن في ان ربما رابطه الانديه تبتدي تدير الحقوق الماليه والتجاريه والبث التلفزيوني والرعايه لصالح الانديه، وده ممكن يعني اتحاد الكره ما يقبلوش؟ انا عايز اقول لحضرتك جميع الانديه بتعاني لان الايرادات ما بتتناسبش مع المصروفات في الفتره الحاليه. ايوه. لان من يدير النواحي الماليه للانديه والبث التلفزيوني يعني لا يعني بالقدر الكافي. صحيح. الانديه هي اللي تحقق يعني تحقق مصيرها بايدها، هي اللي تسعى الى تحقيق عوائد ماليه تتناسب مع الصرف اللي هي بتصرفه. انما حضرتك النهارده الانديه بتصرف مهما كان، الاهلي عنده عقود رعايه، طبعا الاهلي بعيدا عن اي نادي اخر، اي نادي الرعايه والبث الفضائي الى اخره لا يتناسب مع الفلوس اللي بتتصرف على كره القدم. احنا بنشوف في اوروبا كلهم بيحققوا ارباح، بيحققوا مكاسب، ان هم ده هو شرط الفيفا دلوقتي والسلامه الماليه. مزبوط. انك ما تدينش. مظبوط كلام سيادتك، صح كلام سيادتك صح. ولذلك هم بيسالوا على الرخص دلوقتي يا عدلي بيه. اتفضل. احنا بنلجا لبيع لاعبين، وبالتالي بنفضي فرقنا من نجومها عشان تصرف. المنافسه بتضعف. المنافسه بتضعف. احنا عايزين الانديه هي التي تتحكم في مصيرها بالنواحي الماليه والاداريه والبث الفضائي وكل شيء والرعايه الى اخره. طب هل يمكن لحضرتك وانت رئيس نادي مؤثر في المسابقه انك تسال اتحاد الكوره ليه مش مفيش خطوه جاده في ده؟ اتحاد الكوره، انا هتكلم على اتحاد الكوره اللي هو كان قائد قبل كده، ما كانش بيرد على اي مراسلات ولا مكاتبات. لا، وكانت مصلحتهم ان ما تتعملش، لانه خلينا نكون صراحه طبعا معامله هيكليه. يعني لما كانوا كلهم ناس افاضل كلهم متعاقدين على تقديم برامج من خلال الشركه المتعاقده مع الاتحاد، لما انت تاخد منهم كعكه البث الفضائي لرابطه المحترفين، هم فقدوا نفوذ كبير على الترابيزه. بالظبط
فاللي بيدير عنده تعارض مصالح مع الأندية. الأندية هي بدون الأندية مش دوري. بالظبط. بدون الأندية مفيش دوري. طبعا. طب ما نجرب نكلم الاتحاد الحالي يا فندم. والله الاتحاد الحالي أنا مش عايز يعني أحمل عليه كتير، لأن ده لجنة بتدير إلى فترة محدودة. بس ما هو ده أنا بتمناه. ده محدش هيعمله يا باشمهندس إلا دي خطوة محدش هيعملها إلا مجلس ما عندوش حسبة الانتخابات. مظبوط. ممكن. بص حضرتك، أنا بنتظر من هذا المجلس إن ياخد خطوات كثيرة جدا في حاجات ما يعملوهاش إلا هما. بالظبط. تشكيل تنقية الجمعية العمومية، ما ينفعش أبدا الكرة في مصر يبقى فيها 390 نادي إلى آخره، ويتساوى مراكز الشباب مع الأندية الكبرى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن تقام لجنة رابطة الأندية المحترفة لتدير شؤون المسابقة وكل ما يتعلق بيها، ودي خطوة أساسية بصلاحية كاملة في كل مكان. نعم، بصلاحية كاملة. بصلاحية كاملة، وتبقى قراراتها إلزامية، وتتعامل لجنة حكام منفصل عن اتحاد الكورة. بالظبط. ده مهم جدا. بميزانية مستقلة وقرارات مستقلة. طبعا. احتراف الحكام، ويكونوا مستقلين عن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. بالظبط. وبيديروا نفسهم. هي في العالم كلها كده. نعم، هو العالم كله، ما ده اللي انا بقول سيادتك عليه. احنا بنحاول نعمل اشياء عشان تفضل السلطه في ايد مجلس اداره اتحاد كره القدم، وانا اسف الاتحاد السابق كان بيتلاعب بيها كيفما شاء، ويفصل ويميز ده ويعمل ده، واظن الحكم اللي خده الاهلي بين هذا الكلام، وحوادث كثيره جدا كانت بتبين هذا الكلام. رايك في عمرنا ما هنتقدم، وعمرنا الكوره في مصر ما هتتقدم طول ما احنا ماشيين بهذا الاسلوب. راي حضرتك في الحكم ده كان ايه يا باشمهندس؟ ده حكم تاريخي وضح كلام انا عمال اقول، ان هم بيقيسوا بمقياسين وبيعملوا اللي على مزاجهم، ويميزوا انديه على انديه، واللي صاحبهم يرضوه يفضلوه عن غيره، ويعملوا كذا ويضغطوا على النادي ده ويضغطوا على ده، وده يطلعوه لفوق الى اخره الى اخره. وانا اتكلمت على اشياء كثيره جدا. فالحكم ده، الحكم ده اللي طلع من الاهلي، وهي فكره ذكيه جدا، اللجوء للتحكيم. أيوة. وانا بندم ان انا ما لجأتش للتحكيم في حاجات زي كده. دي يعني كشفت المستور، يعني دي كشفت المستور. أيوة. كان المستور اكتر من كده بكتير جدا. صحيح. اكتر من كده بكتير جدا. صحيح. كان حجم المجاملات لا يتخيله احد. صحيح. ولا يتصوره احد. ولا يمكن يعني، وعارف شتتك بدم بارد، قتل بدم بارد للاسف. والله ده كلام ما تنتصرش، كلام في منتهى القوه. ده انعكس على المنتخب المصري. المنتخب تراجع كبير جدا بسبب المناخ ده. بسبب المناخ ده طبعا. 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 حتى المنتخب كانوا بيلعبوا فيه. فطبعا اللي احنا بنتمناه، واللي احنا يعني توقعناه وتوسمنا خير، ان اللجنه الخماسيه دي تيجي تضع قواعد شفافه تماما، والقواعد واللوائح التي تبدا عليها المسابقه تنتهي بها، ويكون في عداله بين الجميع. كل الناس اللي هم انت فتحت نقطه مهمه جدا يا فرج بيه دلوقتي. القواعد اللي تبدا بها المسابقه تنتهي بها، وده يقودنا الى في شويه همهمه كده على تعديل نظام الاستبدال في يناير. رايك ايه؟ ده اخلال بمبدا المنافسه والعداله. ده اخلال صريح لا يمكن قولا واحدا. تهريج، لان انت بدات المسابقه كده. بص حضرتك، بص حضرتك، المتسابقين في الماراثون او في اي مسابقه في العالم بيقفوا على خط واحد ساعه ما تنطلق يعني الطلقه، كله بيجري وكله بيتسابق بنفس القواعد بنفس الظروف بنفس كل شيء الى خط النهايه. لما تيجي بقى حضرتك تقول لي انا هعدل في النص وهسمح لك بكذا وهلغي لك كذا واعمل لك كذا، يبقى انت بتلعب في المسابقه لمصلحه اطراف اخرى او بالزبط. اطراف بعينها. بالظبط. وهذا مرفوض، ولا اعتقد تحت اي وضع من الاوضاع ان هيحصل حاجه زي دي.
يا رب. طبعا انا واثق ان اللجنه الخماسيه ناس محترمين ولها اسماء ولها اوضاع اجتماعيه، مش هتقبل ابدا ان يقترن اسمها بالتلاعب في لوائح مسابقه كره القدم. نتمنى ده ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله، ما هو احنا كلنا لابد ان نصر على ذلك. بالظبط. نشكرك يا فندم واثرت العفو يعني دايما بتضيف يا فندم، متشكرين جدا. شكرا جزيلا للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه وعضو مجلس النواب، واعتقد المساله واضحه في